المحاميات والمحامين اليوم لبوا نداء جمعية هيئات المحامي المغرب ومجالس الهيئات والنقباء، نقف اليوم وقفة رجل واحد في هذه الوقفة اللي هي وقفة العز والشموخ والإباء للدفاع عن حق المواطن في قضاء مستقل وعن محاماة قوية ومستقلة وللدفاع عن حق المواطن في الولوج المستنير للعدالة، لأن هذا المشروع القانون ديال المسطرة المدنية هو مشروع يتضمن ضربا للمكتسبات الدستورية لحق المواطن في الولوج للقضاء، بحيث تم إتقال كاهل المتقاضين بغرامات ثقيلة كلما خسروا الدعوى وكلما كانت هناك سوء نية وكلما كانت هناك دفوع تعتبرها المحكمة غير ذات جدوى. فهذا القانون يعني يعتبر انتكاسة تشريعية، أولا لأنه ضرب حق المواطن في الولوج المستنير للعدالة، ضرب استقلالية السلطة القضائية، ضرب مهنة الدفاع وضرب مهنة المحاماة لأنها كتعتبر هي الحاجز في حماية الحقوق والدفاع عن المواطنين. بالإضافة إلى ذلك وزير العدل لا زال يتحكم في المساطر القضائية، مجموعة المساطر تم تخويلها لوزير العدل رغم أن وزير العدل لم يعد له وجود في السلطة القضائية. هناك مساطر لا زال وزير العدل موجودا فيها في انتهاك لاستقلالية السلطة القضائية. بالإضافة إلى ذلك إعطاء النيابة العامة واحد الدور كبير جدا ينتهك مقومات استقلال القضاء وينتهك مبدأ الدستوري ديال وجوب تنفيذ الأحكام. بالتالي فاليوم نقف لنصرخ بقوة لا للتعسف في حق المواطنين ولا للتعسف في حق المهنة. نحن كمحامون كنسلو اليوم الجهة ديال أو هيئة المحامين بالناظور وسيما، وجينا رافضين مشروع ديال المسطرة المدنية. المشروع اللي كيعبر على واحد الانتكاسة، كيعبر على واحد تراجع قوي بخصوص يعني كيتعارض مع مجموعة من المبادئ الدستورية وكيتعارض مع الحقوق ديال المواطنين للولوج إلى القضاء، وهذا فيه مساس خطير بالحقوق ديال المواطنين بصفة عامة، وكيمس الدفاع حنا كدفاع، كيمس الدفاع مجموعة من المقتضيات اللي جا بها جديدة، وحنا رافضين هذا المشروع رفضا باتا.